في هذا الفيديو سنستعرض الفترة التي تسبق نهايات كأس العالم 1990. تنافس على استضافة البطولة عدة بلدان من ضمنها دول أبدت رغبتها دون اتخاذ أي خطوة، مثل إيران عام 1977 في عهد الشاه والتي سحبت طلبها بعد عدة أشهر، والنمسا وإنجلترا وفرنسا واليونان وألمانيا الغربية ويوغوسلافيا وإيطاليا والاتحاد السوفيتي تقدموا بطلبهم قبل نهاية الفترة 31 يوليو 1983، وبعد شهر لم يتبقى سوى 4 دول وهم إيطاليا والاتحاد السوفيتي وإنجلترا واليونان. وفي مطلع 1984 انسحبت إنجلترا واليونان ليصبح التنافس بين إيطاليا والاتحاد السوفيتي، وفي 19 مايو 1984 فازت إيطاليا بالتصويت بعد أن حصلت على 11 صوت مقابل 5 أصوات للسوفيت. نذهب إلى روما وقاعة بالاتزيتو ديل سبورت في 9 ديسمبر والتي ستجري فيها قرعة المونديال، وكانت بطريقة جديدة حيث كان عرض مسرحي شارك فيه فنانين مشهورين، وكان التصنيف قد أحدث لغطا كبير خصوصا لدى الأسبان والهولنديين بسبب أن التصنيف الأول تم وضع إيطاليا المستضيف والأرجنتين حامل اللقب وألمانيا الغربية الوصيف وبلجيكا ربع النسخة الماضية، بالإضافة إلى الفرق التي خرجت من ربع النهائي وهم البرازيل وإنجلترا باستثناء أسبانيا. وهذا الأمر أغضب الأسبان خصوصا أنهم خرجوا بركلات الترجيح، وإنجلترا كان خروجهم خلال 90 دقيقة، فكان رد الفيفا أن التصنيف خاضع لآخر نسختين لكأس العالم وهم 82 و86، ليصرح مدرب منتخب إسبانيا لويس سواريز: نشعر أننا تعرضنا للخداع. وأيضا احتجت هولندا لأنها بطلة أوروبا وترى أن من حقها أن تكون في التصنيف الأول، وكان السبب الرئيسي بوضع إنجلترا في التصنيف الأول هو طلب من السلطات الإنجليزية لنظيرتها الإيطالية بأن تكون مباريات المنتخب الإنجليزي خارج البر الإيطالي، أي في صقلية أو سردينيا، بسبب خشيتهم من الصدام الذي قد يحدث بين جماهيرهم والجماهير المحلية. لذلك أصبح واضحا أن المنتخب الإنجليزي سيكون على رأس السادسة التي تقام في باليرمو وكالياري. الوعاء الأول يشمل منتخبات آسيا وأفريقيا والكونكاكاف، منتخبات الإمارات وكوريا الجنوبية ومصر والكاميرون والولايات المتحدة وكوستاريكا، والوعاء الثاني فيه 4 منتخبات أوروبية ومنتخبين من أمريكا الجنوبية وهم الأوروغواي وكولومبيا وتشيكوسلوفاكيا والسويد وجمهورية أيرلندا ورومانيا، والوعاء الثالث بقية المنتخبات الأوروبية وهم هولندا وإسبانيا والاتحاد السوفيتي ويوغوسلافيا واسكتلندا والنمسا. وكانت بداية القرعة بتوزيع رؤوس المجموعات والبداية من إيطاليا والتي على رأس الأولى. والمجموعة الثانية حامل اللقب الأرجنتين. والثالثة منتخب البرازيل. والرابعة ألمانيا الغربية. والمجموعة الخامسة منتخب بلجيكا. وأخيرا السادسة منتخب إنجلترا. ثم بدأ السحب من الوعاء الأول، والبداية كانت مع الولايات المتحدة. ثم الكاميرون التي ستلعب مواجهة الافتتاح أمام حامل اللقب الأرجنتين. وبعد ذلك كوستاريكا في الثالثة والإمارات في الرابعة. وفي الخامسة كوريا الجنوبية والسادسة منتخب مصر. ثم جاء دور الوعاء رقم 3، والبداية كانت من النمسا والتي ستواجه إيطاليا في المباراة الأولى. وفي المجموعة الثانية منتخب الاتحاد السوفيتي، والثالثة منتخب اسكتلندا. وفي الرابعة منتخب يوغوسلافيا التي تبدأ مشوارها أمام ألمانيا، والخامسة إسبانيا، والسادسة منتخب هولندا الذي سيواجه مصر في باليرمو.
وأخيرا الوعاء رقم 2 والاسم الأول فيه تشيكوسلوفاكيا. وحينما ظهر اسم كولومبيا تم توجيهها للمجموعة الرابعة لأن على رأس الثاني والثالثة منتخبات من أمريكا الجنوبية. وكذلك الأوروغواي التي تم توجيهها للمجموعة الخامسة. ورومانيا ذهبت للثانية والسويد للثالثة وجمهورية أيرلندا للسادسة. وسيكون توقيت المباريات على فترتين الساعة 5 والساعة 9 وستقام على 12 ملعب في 12 مدينة وستلعب كل مجموعة في مدينتين. المجموعة الأولى ستلعب مواجهاتها في روما وفلورنسا. المجموعة الثانية الافتتاح في ميلان على ملعب السانسيرو. بعدها ستكون المباريات في الجنوب بين نابولي وباري. ستاد سان نيكولا في باري تم بناؤه حديثا وسيكون افتتاحه في مباراة الاتحاد السوفيتي ورومانيا في 9 من يونيو. الثالثة في أقصى الشمال بين تورين وملعبها الجديد ديلالبي ومدينة جنوة. We'll be right back.
المجموعة الرابعة بين ميلان وبولونيا. المجموعة الخامسة بين فيرونا وأودني. وأخيرا المجموعة السادسة والتي تقع خارج البر الإيطالي في جزيرتي صقلية وسردينيا في مدينتي باليرمو وكالياري. من أبرز المرشحين للبطولة المستضيف المنتخب الإيطالي مع مدرب إيزيليو فيتشيني، والذي يملك مجموعة كبيرة من اللاعبين جميعهم يلعبون في الدوري الإيطالي الذي يعد الأقوى في العالم، على رأسهم القائد جوزيبي بيرغومي وفرانكو باريزي والحارس فالتر زينجا والمهاجم جيالو كافيالي وروبرتو باجو. الأرجنتين حامل اللقب مع مدربه كارلوس بيلاردو منذ المونديال الأخير، والفريق أخبق في تحقيق بطولتي كوبا أمريكا 87 و89 بقائمة يقودها الأفضل في العالم دييغو مارادونا، بالإضافة إلى أوسكار روجيري وخورخي بوروتشاغا وكلاوديو كانيجا. ومارادونا الذي حقق للتو الدوري مع فريقه نابولي يظهر استعداده للبطولة والحفاظ على اللقب. A loco no me gana nadie.
منتخب البرازيل والذي حقق منذ عام لقب كوبا أمريكا والذي جعل الثقة تعود للجماهير والإعلام البرازيلي بقيادة المدرب سباستياو لازاروني وقائد الفريق ريكاردو غوميز، بالإضافة إلى نجوم برزوا في السنوات الأخيرة وهم روماريو وبيبيتو وبطل الدوري الإيطالي مع نابولي المهاجم الهداف كاريكا وزميله في نفس الفريق ليماو. منتخب ألمانيا الغربية بقيادة بيكنباور والذي يعاني من ضغوط كبيرة بعد خسارة اليورو الذي كان على أرضه بقائمة يقودها نجم الإنتر لوثر ماتيوس وزميليه في نفس الفريق أندرياس براما والمهاجم يورغن كلينزمان، بالإضافة لمهاجم روما رودي فولر ونجم نادي كولن لتباريسكي. بطل أوروبا منتخب هولندا بجيل ينتظر منه تحقيق ما عجز عنه جيل السبعينات، لكن بدون المدرب رينوس ميخلس الذي رحل بعد أن فاز باليورو وجاء مكانه ليوبن هاكر مدرب أياكس، وعلى رأس القائمة رود خوليت مع زميليه في الميلان ماركو فان باستن وفرانك رايكارد، بالإضافة لمدافع برشلونة رونالد كومان وحارس أندهوفن هانز فان بروكلن. هناك فرق قد تذهب بعيدا في هذه البطولة من ضمنهم منتخب النمسا الذي أظهر في مرحلة الإعدادية للبطولة جاهزيته، تفوق فيها على إسبانيا وهولندا وتعادل مع الأرجنتين بقيادة المدرب جوزيف هيكرسبرغر وقائمة يتقدمها القائد الهداف توني بولستر. وصيف أوروبا منتخب الاتحاد السوفيتي بمدربه فاليري لوبونوفسكي والذي درب الفريق في مونديال 82 و86 بقائمة يقودها الحارس ريناد داسايف مع أبرز الأسماء مثل أولكسندر زفاروف وإيغور دوبروفلسكي وأوليه بروتاسوف. رومانيا العائدة بعد غياب 20 عام جاءت مع مدربها إمريك جيني وقائمتها التي تقدمها القائد الحارس سيلفي لونغ والنجم الكبير جورجي حاجي والمهاجم الهداف ماريوس لاكاتوش. منتخب بلجيكا الذي حقق أفضل مشاركة في تاريخه في المونديال حينما جاء في المركز الرابع في النسخة السابقة وبقيادة مدربه جويدس الذي على رأس الدفة الفنية منذ عام 1976 ومعه القائد يان كليمنس والذي شارك في النسختين السابقتين وأيضا بوجود إنزو شيفو الذي تواجد في النسخة السابقة وإيريك جيريس الذي شارك أيضا مثل كليمنس في 82 و86 لذلك الاستقرار والخبرة تؤهل بلجيكا للذهاب بعيدا في هذه البطولة. منتخب إسبانيا مع مدربه لويس سواريز والقائد نجم ريال مدريد بوتراغينيو بالإضافة لنجوم آخرين مثل ميشيل ومانولو سانشيز يسعون إلى تقديم نتائج تختلف عن النسخ السابقة والوصول إلى نصف النهائي نتيجة تعتبر مرضية. منتخب إنجلترا دائما ما يكون من ضمن المرشحين للمنافسة على اللقب، لكن الأداء في اليورو الأخير والهزائم الثلاثة جعلته مستبعدا والمهمة صعبة أمام بوبي روبسون وقائمته التي يقودها براين روبسون، بالإضافة لهداف النسخة السابقة غاري لينكر والحارس بيتر شيلتون والمهاجم جون بارنز وبول غاسكوين الذي يشارك لأول مرة في المونديال. وهناك منتخبات تبحث عن نفسها مجددا في المونديال مثل منتخب تشيكوسلوفاكيا بقيادة المدرب جوزيف إنجلوش وقائد الفريق إيفان هاشيك ونجوم مثل الهداف توماس كورافي وميخال بيليك.
وأيضا منتخب السويد الذي لم يتواجد في المونديال منذ 12 عام مع أولي نوردن الطموحات الذهاب لأبعد نقطة ممكنة وقائمته التي تقدمها القائد غلين هيسن وشريكه في خط الدفاع بيتر لارسون. منتخب يوغوسلافيا بقيادة مدرب إيفا كاوسين أمامه الفرصة للعودة إلى الطريق الصحيح بعد فترة طويلة من النتائج الغير مرضية، ويتصدر القائمة القائد ونجم باريس سان جيرمان زلاتكو فيوفيتش والمهاجم دراغان ستويكوفيتش. ومن الأبطال السابقين منتخب الأوروغواي والذي منذ 20 عام لم تكن نتائجه جيدة في المونديال حينما وصل لنصف النهائي عام 70. سيسعى أوسكار تاباريز لإعادة الأوروغواي للطريق الصحيح وعلى رأس القائمة القائد إنزو فرانشيسكولي بالإضافة لأنطونيو ألزاميندي وروبين سوزا. اسكتلندا والتي تشارك للمرة الخامسة على التوالي والسابعة في تاريخها تبدأ من جديد نحو كسر عقدة دور المجموعات، وهذه المرة بقيادة المدرب إندي روكسبور ومعه قائد الفريق روي إيتكن. منتخب الولايات المتحدة العائد بعد 40 عاما من الغياب يأمل في مشاركة يكتسب منها خبرة في المونديال القادم الذي سيكون على أرضه بقيادة المدرب بوب غانسلر وقائد الفريق مايك وينشمان. وكولومبيا العائدة بعد غياب 28 عام، الطموح هذه المرة تجاوز دور المجموعات مع المدرب فرانسيسكو ماتورانا والقائد كارلوس بالديراما بالإضافة للحارس المتهور ريني هيغيتا. ومصر بعد 56 عام تعود إلى المونديال في إيطاليا بعد أن كانت مشاركتها الأولى في إيطاليا أيضا بقيادة المدرب محمود الجوهري والقائد هشام عبد الحميد والهداف حسام حسن والمحترفين في أوروبا مجدي عبد الغني ومجدي طلبة. والكاميرون تعود بعد مشاركة الأولى قبل 8 أعوام والتي كانت رائعة في مونديال 82، الآن مغامرة جديدة برفقة المدرب فاليري نبيومنياتشي وقائمة يتقدمها ستيفن تاتاو واللاعب الذي تم إعادته بعد الاعتزال برغبة شعبية روجي ميلا بالإضافة لحارسين على مستوى عالي وهم أنطوان بيل وتوماس كونو. كوريا الجنوبية بعد أن عادت إلى المونديال في النسخة السابقة عازمة هذه المرة مع المدرب لي هوي تايك من تخطي طموح المشاركة فقط وبلاعبين خبرة يتقدمهم القائد تشونغ يونغ هوان والمهاجم الخطير هوانغ سون هونغ. ثلاثة منتخبات يشاركون لأول مرة في النهائيات، أولهم كوستاريكا بقيادة المدرب اليوغوسلافي بورا ميلوتينوفيتش الذي كان مدربا للمكسيك في النسخة السابقة ووصل معها إلى ربع النهائي، هذه المرة يحاول أن يحقق مشاركة جيدة مع فريقه الذي يقوده روجير فلوريس.
منتخب الإمارات الذي استغنى عن المدرب الذي أهله للمونديال البرازيلي ماريو زاغالو واستبدله بمواطنه كارلوس ألبرتو الذي أخفق في التأهل مع السعودية، جاء بقائمة يتقدمها القائد فهد خميس وهداف المنتخب عدنان الطلياني. أخيرا منتخب أيرلندا والذي يعيش أياما ذهبية بعد أن شارك في اليورو لأول مرة، ثم الآن سيشارك في كأس العالم لأول مرة بقيادة مدربه الإنجليزي جاك تشارلتون وقائد الفريق ميك ماكارثي ونجوم مثل لاعب سوسداد جون ألدريج وتوني كاسكارينو وراي هويتن. كانت للبطولة تغطية إعلامية كبيرة حول العالم، ومن أشهر البرامج الطريق إلى إيطاليا الذي أنتجت شركة جيلت والذي كان يقدم تقرير عن كل مجموعة في حلقة خاصة كيف تأهلت وكيف استعدت للنهائيات. الآن إلى أبرز النجوم المتوقع تألقهم في هذه البطولة.